مع الأيام الأولى لتولي حكومة التوافق لمهامها برزت أولى المشاكل على الأرض. يا عم جد شو دخلنا احنا يا زلمة؟ طب ما احنا فاتحين بيوت، ما احنا زينا زيها. موظفون من حكومة حماس السابقة في غزة يشتبكون بالأيدي مع موظفي حكومة رام الله سابقا لمنعهم من الحصول على مرتباتهم عبر البنوك التي أغلقت أبوابها. احنا موجودين هنا كموظفين تابعين للحكومة في رام الله وقاعد جايين هنا عشان نستلم رواتبنا، فوجئنا بأن البنوك كلها مغلقة بأمر من الحكومة الموجودة في قطاع غزة. هان امبارح احنا خدنا كاس التحدي ورفعنا روسنا، واليوم احنا قاعدين زي الشحادين على باب البنوك. يعني صار اكم حكومة اليوم احنا بنسعى الى وحدة وطنية وبنسعى الى مصالحة حقيقية وبندعم ربنا الله يوفق ابناء الشعب الفلسطيني والقادة السياسيين تبعينا بيعملوا هيك. اخواننا في حركة حماس لهم 4 شهور بقبضوش الا 1000 شيكل، ايش معنى اجوا يعملوها اليوم؟ الموظفون الذين ينتظرون بفارغ الصبر رواتبهم الشهرية لتوفير احتياجاتهم الحياتية اعتبروا إجراءات منعهم من تسلم رواتبهم غير قانونية، ودعوا الشرطة في غزة إلى تمكينهم من الحصول على رواتبهم وليس العكس. احنا مالنا ذنب؟ قالوا مصالحة، في مصالحة وافقنا بالمصالحة، لكن المصالحة توقف سبيلنا هيك؟ يبقى احنا مش عايزين مصالحة، هذه مش مصالحة، هذه بحق بصدق وأمانة هذه مش مصالحة. لما نحن بنوقف كل هيك كل أب وراء عائلة، أنا كمرة بتكلم وكأخصائية اجتماعية وكطبيبة نفسية، كل أب من هذا في وراء 6-7 أفراد من وين بده يطعميهم؟ من وين بده يسقيهم؟ يوم كلياتهم بيستنوا الراتب أيا كان يكون، مش من حقهم يمنعونا. أما اللي بصير هذا أقسم بالله ما صار في زيمبابوي عند النور، ما بصيرش اللي بصير هذا. ليش هيك يعني؟ حتى الحسد في لقمة العيش. يا عمي احنا لنا 17 سنة بنشتغل. انا اناشد كل الجهات المسؤولة وكل الناس اللي عندهم ضمير يشوفوا الناس الغلابة هدول المرمين على البنك من الصبح، اقسم بالله جايين احنا مدين اجر الطريق دين. نقابة موظفي حكومة غزة السابقة طالبت رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بصرف رواتب موظفيها أسوة ببقية الموظفين وعدم التمييز بينهم من دون الحديث عن سلف مالية. في المقابل الحكومة الفلسطينية أكدت على تحملها لمسؤولياتها تجاه كافة الموظفين. نحمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إعادة أجواء الانقسام بين أبناء الوطن الواحد وتمييزها بين الموظفين في الضفة وغزة، ونرفض التصريحات غير المسؤولة من جهات رسمية ونقابية تصنف الموظفين إلى شرعي وغير شرعي. نحن نطمئن المواطنين الفلسطينيين في كافة المحافظات أنه رغم كل هذه التحديات إلا أن الحكومة ستعمل بجهد دؤوب من أجل مواجهة هذه التحديات وتوفير الخدمات الحكومية بما في ذلك الراتب للمواطن الفلسطيني في كافة المحافظات، ولكن ضمن الآليات التي تم الاتفاق عليها وضمن الآليات التي استند إليها اتفاق القاهرة. الأزمة التي ظهرت أمس وما زالت عالقة حول رواتب الموظفين في غزة صورة مصغرة من الإشكاليات الفنية والإدارية التي قد تتفاقم إذا لم يتم معالجتها من قبل الحكومة، حكومة ستواجه بمشكلات أكبر تتعلق بالموائمة المتوقعة بين موظفي حماس وبين من كان قبلهم. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، من مدينة غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.